هي صور ليست لفاتورة الكهرباء بل لطريقة يحبذها سكان قرية القطاف في بلدية حمام الضلع في المسيلة، حيث يسجلون أسماء الساكنة كل يوم ضمن قائمة اسمية حتى يظفروا بقارورات البوطان إن وجدت، أو يضطر البعض منهم إلى استعمال مدفآت المازوت. الاسمية للمواطنين تحمل هنا لاقتناء قارورة الغاز. كاين اشخاص يعني تصلهم القاروره الى المنازل، كاين لا تصلهم ابدا. طالبوا بالغاز المدينه هذه، دوك حنا كيجينا فصل الشتاء نخافوا. منين نخافوا؟ نخافوا ما تلقاش، اول حاجه ما تلقاهاش قارات الغاز هذه. ثاني حاجه كما كان يحكي لك بلا ليست، يا تلقى يا تلحق يا ما تلحقش، والناس البعاد ما نحكوش عليهم خلاص، حتى الخمس ايام باه تصح لك قاروره. ما زاد من قساوة العيش في منطقة القطف حرمانهم حتى من شاحنة القمامة لرفع النفايات المنزلية، وهي مشاكل تجبر الساكنة على رمي نفاياتهم في هذه الخنادق بوسط القرية، وضعية أضحت تشكل خطر صحي على السكان. السكان كاع كامل قرية طيش كما هكذا، في لابيير ما عندوش شون يطيشوا لأن الكاميون النفايات ما كانش، بلدية مش موفرة الماء. رام بكري من اللي شويت أنا هي كاينة هذه. طيب شوفوا الزرايب في الابيير في النفايات هذه، الكاميو ما يجيناش. بعد رفع انشغالهم للجهات الوصيه في العديد من المراسلات، هم اليوم يعلقون امال على السلطات الولائيه من اجل تزويد قريتهم بالغاز وربط بعض بيوتهم بشبكه الكهرباء.